لأن الكثيرين يقولون أن ذلك الإضراب لم يكن قانوني ولم يكن شرعي. لا، الإضراب كان قانوني وكان شرعي فوق الأمر. وأنا هنا لا أدافع الجبهة الإسلامية، بالمناسبة أنا لست عضوا فيها ولم أكن يوما ما كذلك، وإنما أنا من الذين يكرهون الظلم ويعارضون الظالم ويعترضون على الظالم ويدافعون عن المظلوم حتى عندما أختلف معه في المطلق. الجبهة الإسلامية ما قامت به كان مشروع قانونا، والدليل أن الاتفاقات اللي حدثت مع رئيس الحكومة مولود حمروش ثم الاتفاق اللي حدث مع غزالي في 7 يونيو كما قلت، إذن كان هناك اعتراف بذلك. والدليل الأكبر والآخر هو أن لما رفعت قضية قبل 6-7 سنوات إلى الأمم المتحدة، إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وصدر قرار قال أن سجن علي بن الحاج وعباسي مدني والآخرين في ذلك الإضراب كان خاطئا وكان غير قانوني، وبل وفرض على الحكومة الجزائرية أن تقوم بتعويض الذين سجنوا في ذلك الإضراب، وعلى رأسهم علي بن الحاج وعباسي مدني. نعرف أن علي بن الحاج قضى 12 سنة. أنا لا أدافع عن أي شخص، لأن يعني في نهاية المطاف الأفعال هي التي تدافع عن الناس والأقوال هي التي تدافع عن الناس. كون أن كان هناك ربما بعض قادة الفيس أو بعض الأئمة هنا أو هناك من يقول كلمة فيها تنطع أو تشدد، أو فالناس تقول ما دام الأمر في الإطار السلمي وما دام الناس تتحدث وما دام، فهذه حرية التعبير مهما قيل ومهما يقال. وكان هناك قانون آنذاك، كان هناك قضاء، وكان المفروض أن يستندوا إلى القضاء وليس إلى الدبابات، ليس إلى الانقلاب اللي كما قلت بدأ شوطه الأول يوم 3 ليلة 3 جوان 3-4 جوان، ثم ليعود مرة أخرى في 11 يناير وليحدث تلك الكوارث التي حدثت في الجزائر.